بكم بالأسئلة ديالكم 05 22 77 24 24 24 على راديو أصوات أو عبر الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال. في الساعة الثانية كيف ما جرت العادة رفقت الدكتورة سناء العناني الأخصائية في التغذية والحمية العلاجية. دكتورة سناء أش أخبارك؟ لاباس عليك؟ صباح النور. صباح الواد، كل شيء في أمان الله. مالك الحمد. الله يكبر بيك. صحيحة الوليدات؟ صحنا. كاين شي تبحار؟ كاين شي عطلة؟ ولا قول لي بغيتي كتشوفي على عينيك. طيب، وغادي نقول كل أخوات مرحبا بكم باش تطرحوا الأسئلة ديالكم على ضيفتنا الدكتورة سناء العناني كيف ما جرات العادة 05 22 77 24 24 مباشرة على راديو أصوات. تحية لكم فين ما كنتوا كتابعونا. وغادي نبدا بأول سؤال ديال أم رانيا من مدينة الدار البيضاء اللي كتقول لك دكتورة الطفلة ديالي في عمرها 4 سنوات جاها داء سكري من النوع الأول. احنا الحمد لله متبعين الدواء ومتبعين أيضا الرجيم، ولكن اللي سمعت به أنه كل المكونات الغذائية اللي فيها النوع ديال السكر اللي يصلح الناس اللي عندهم داء السكري يسبب هشاشة العظام مع الوقت وأيضا مسرطن. بغيت النصيحة من عند دكتورة سناء العناني واش نتوقف ما نبقاش نعطي لبنتي هاد النوع ديال السكر، يعني اللي كيكون فيها بديل السكر. بديل السكر ما كيتعطاش للدراري الصغار بالفعل. ما خصناش نعطيوهم بديل السكر، يعني غتحاول تعطيها السكر اللي يكون هو طبيعي غير هو بيان سور بالقياس. ومن الاحسن السكر البطيء باش غتستمد منه الطاقه خير ليها. معلومه تبعد على هادشي اللي فيه السكر بديل السكر. نعم. طيب، وبالنسبه بحال هكذا مثلا الاطفال كنعرفوا انه الفواكه كتكون غنيه بالسكر دكتوره سناء العناني، فالناس الكبار وخصهم ياخذوا السكر ياخذوا الفواكه بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه. الاطفال الصغار صعيب انك تضبطهم خصوصا في الفواكه بحال دابا الفواكه الموسميه اللي كاينه هاد الوقيته. نفس المعيار دكتوره ولا هو صعيب؟ ولكن لازم حيت ميمكنلاش نلعبوا مع السكر. السكر واحد المرض اللي الا ما ضبطتيش كيبدا كيبقى كيخرب بشويه بشويه الذات. هو مشى للعروق، هو مشى الله يحفظ القلب، الكلاوي، العينين، الاطراف، العصب. ما يمكنناش نستهانوا به. دونك ماشي خصنا دائما نقلبوا على ان المستوى ديال السكر يكون مضبوط اكثر، زعما على اكثر ما بقيتش نعرف نعبر. يعني اذا خصو يكون مضبوط، خصو يكون قريب من النورمال. قريب من المستوى الطبيعي ولا بدا ودائما. باش يكون في هذا الشكل، يعني انه خصنا داك الوليد اللي مصاب بداء السكري اننا نضبطوا الاكل ديالو، اننا يكون السكر البطيء حاضر في الوجبات بثلاثه. ملي كنقول السكر البطيء شنو كنعني به؟ كنعني به مثلا الحبوب الكامله، كنعني به البطاطا ولكن بشروط. البطاطا انها ملي غادي تكون غادي تطيب قل من ثلث ساعه، وضروري ومؤكد يكون معاها خضره من لون اخضر، وتكون معاها بروتين. هذا البروتين يا طون يا سمك من اي نوع، يا بيض يا دجاج يا حوت، ولكن ضروري يكون هاد التركيبه الثلاثيه باش كيهبط ليها الاندكس غليسيميك ديالها، مؤشر السكر ديالها كتهبط. او لا يكونوا لي بات ولا يكون الرز ولكن يكونوا كاملين، سي دي بات كومبليت ولا الرز كومبلي. وهادشي اللي تنتكلم عليه، او للقطاني، هادشي اللي تنتكلم عليه على الوجبات بثلاثه. لان هاد المصابين بداء السكري ما خصهمش السكر السريع، ولكن السكر هو اللي كنستمدوا منه الطاقه. اذا باش غنعوضوه بالسكر البطيء، وضروري ومؤكد تكون الحركه. الدراري الصغار ما غاديش توصيهم على الحركه وما تبارك الله تيكونوا كيتحركوا بزاف، ولكن نراقبوا حيت مادام هم تيتحركوا بزاف لو ريسك شنو هو؟ هو ليبوغليسيمي، يطيح لهم السكر. اذا ديما تكون المراقبه ونراقبوا الاكل ديالهم ونعرفوا بان قد اللي طلع السكر قد اللي عاوتاني غادي يعاود يهبط. نعم. طيب، واضحه الفكره. ناخذ يسرى معنا من مدينه طنجه. اهلا وسهلا بك يسرى. اهلا وسهلا. مرحبا. لاباس الحمد لله، انتم مزيانين. الله يكبر بك يسرى. تفضلي، شنو سؤالك للدكتوره سناء العناني؟ السؤال ديالي هو على فقر الدم. انا كنعاني من فقر الدم، فين ما كنمشي نعمل التحاليل كنلقى عندي واحد نسبه فقر الدم بزاف، كتخرج لي الطبيبه الدواء. اييه.
كنستعمل داك الدواء، وانا خصوصا باسيت فاش كنشربهم بزاف كتبقى كتجيني القيه وكنقرض. المعده ديالي ما كتحملش باسيت. ما كتحملش؟ ما كتحملش الدواء ياك. الدواء هذا كتجري عليه فانيد. فانيد هذا ولا صاشيات يسرى؟ الفانيد. الفانيد اها واخا صافي. فك ملي كنشوف راسي هكاك كنوقف داك الدواء ما كنبقاش نستعملو. اييه واخا. دابا المشكل اللي عندي هو عندي واحد القمول، واحد النعاس، كنعس بزاف حتى الساعه ديال الدوام ديالي ما كنقدرش نركز على الخدمه، ما كنقدر نركز على والو. كنبقى نترعد غير الا شفت شي واحد هكا شي صوت طالع ولا شي حاجه. ما عنديش الجهد، القلب ديالي كيبقى يضرب بزاف. فما عرفتش شنو الحل اللي نقدر نستعمل. ومشكلة هو فقرة الدم في هذه مدة طويلة وما بغاش يتحيد مني مرة. لا حيت صباح الخير يسرى. دابا هاد فقر الدم راه مازال ما ضبطتيهش، حيت الا كانت هاد الدواء اللي خديتي ما موالمكش الحمد لله كاين بزاف الادويه ديال فقر الدم، ولكن ماشي تجي وتقطعيه من دايتك راسك وما تمشيش عند الطبيب باش يعوضوا لك بشي دواء اخر. نعم اييه. عندك فقر الدم، اولا خصنا نقلبوا على هاد السبب، علاش كاين فقر الدم؟ واش كيمشي لنا الدم في شي حاجه؟ يا اما ان الدوره الشهريه كتكون بالفيضه، يا اما ان دوك لي فيبروم الكرات اللي كيكونوا في الوالده، يا اما عندنا شي نزيف ربما في المصران. خصنا نعرفوا هاد الفقر الدم منين جاي. الا كان غير الاكل غنردوا بالنا في الماكله، ولكن الا كان عنده شي سبب عضوي خصنا نعالجوه. وباش نعالجوا غير فقر الدم كسامبتوم، يعني كغير حاجه اللي خصنا نعالجوا، هذيك الساعات خص ضروري ناخذوا الدواء يسرى، ما نقدروش نستغناو عليه. ما وافقكش هذا راه كاين بزاف الانواع، كاين واحد قريبات كيتعطاو، وتا الى ما كانش كاين حقن اللي كيدكوا وعلى ايين هادشي ما غاديش ديري من دايتك راسك ولا تمشي عند الصيدلاني. هادشي ولا بد خصك تمشي عند الطبيب. الى ما وافقكش الطبيب العام سيري عند الطبيب المختص في امراض الدم. فهمتي يا يسرى؟ ولكن الدواء ما توقفيش، لان راه هو داك فقر الدم هي اللي دايره لك السخفه، هي اللي دايره لك العيا، هي اللي دايره لك عدم التركيز. هادشي كله هاد الاعراض اللي كتعاني منهم كلهم جايين من الانيميا. صافي يسرى واضحه الفكره؟ ان شاء الله. شكرا لك. يلا الله يجيب الشفاء. مرحبا، غادي ناخذ امين معنا من مدينه طنجه. السلام عليكم امين. وين لاله؟ وعليكم السلام. اش اخبارك سيدي؟ لاباس؟ بخير ديال الله يحفظكم. شكرا بزاف، وشكرا للدكتوره العنانين المكناسيه ديالنا، واخا راني في طنجه ولكن انا ممكن. لا انا ماشي مكناسيه. انا مزابيه. شرفينا شرفينا. على اي شي حال انت مغربيه ديالنا. هادشي اللي كاين. تحيينا الدوزاب. الحمد لله. الوغ انا عندي ولكن ما يبقاش فيك الحاله امين، راه انا مكناسيه. انا واحد مكناس. الحمد لله. عندي بصراحه ثلاثه اسئله خفافين، ويعني وكنتمنى الدكتوره يعني تعاوني فيهم. دابا انا يعني وصلت دابا الحمد لله ل 40 طون. كنسمع بزاف على يعني ماكله السكر، ما السكر هذا. انا دابا حاليا حيت السكر، عودته بالعسل، كنشري كيلو ديال العسل الحره ولا هذا، وكنديرها في اتاي. انا متشربتي بزاف يعني تقريبا واحد البراد في النهار. دونك عودت يعني السكر الابيض. بعد في الاول كنت ندير داك السكر المارون، ولكن سمعت انه زعما سي لا ميم شوز، ما كاينش انه كي بصح كانوا كي يعني كيديروا له داك كيكرروا 50% كيحافظ على ديك النسبه نتاع السكري اللي كتكون السكر الطبيعي، وكاين اللي قال لك لا كيديروا له ان كولورون تيديروه. دونك الله اعلم. انا يعني باش باش تفادى هذا الشيء مشيتي للسكر اللي هو طبيعي. مشيت لفوالا الى كان طبيعي، الى كان طبيعي. المهم انا فينالمون دابا تناخذ العسل مع اتاي، كندير العسل، كنشري العسل تاع الزعتر ولا ديال هذا السيدر ولا شي حاجه وكنديرها مع اتاي مزيان صافا. بغيت نقول للدكتوره واش هذه القضيه، هذا هو السؤال الاول، هذه القضيه هذه يعني صحيه؟ يعني واخا تيقول لك السكر كاين ولكن الطبيعي ماشي هو العسل، ماشي هو ديال السكر الابيض. هذا السؤال رقم واحد. السؤال رقم جوج بالنسبه حيت كنفيق الصباح، يعني عندي واحد الفطور شي شويه غريب، كنفطر بلي فخوي، يعني كناخذ تفاحه، كناخذ جوج بيضات، كناخذ واحد الخويز نتاع الشعير. ما سمعت انه ذاك التفاح
هو فيه يعني نسبه السكر يعني واخا طبيعيه، ولكن مع التاثير اللي كناخذ مع ديك العسل مع هذا التفاح انه السكر حتى هو كيطلع في الدم. هذا يعني القضيه دي ماشي صحيه والله اعلم. السؤال رقم 3 الله اعلم، انا تنسولك دكتور انا كنقيد وفي الاخر نجاوبك ولا عيب. فوالا. والسؤال الثالث بديت دابا كندير شويه ديال لا ميسكولاسيون، كناخذ واحد المكملات غذائيه تاع فوالا لي فيتامين، شو فيتامين سي، فيتامين او، فيتامين بي، بي 12 ماشا. ولكن ما صراحه ما صارش الطبيب كناخذهم وصافي. واش ندير ان اناليز عاد ناخذهم ولا نستمر في الناس الاخر ديالهم؟ لحقاش اللي كتاخذ لي سي امين وي هذا جوست ان كومبلكس ملتي فيتامينيك هادشي اللي كتاخذ سي سا سي سا وي سي سا بلس الكرياتين دونك حتى هي خديت واحد 2 غرام كناخذها حتى هي اون باراليل باش نطلع من لا ماس مسكولير. فوالا بور ما سيسكولير يعني انا جاتون جوست لو كونسي ديالك فهاد الثلاث نقط هادو. والله يجازيك بخير والله يحفظك والله يبارك لك في العلم ديالك. اللهم امين. بالنسبه للسؤال الاول ديال انك عوضتي السكر الابيض بالعسل احسن، ولكن انا غنزيد ننصحك نصيحه اخرى هي انه عود لو بالي ديالك يعني حبيبه التذوق ديالك على مذاق اقل حلاوه ممكن، ولو انك تستعمل العسل ما تبالغش في الاستعمال ديالو حيت يبقى حتى هو سكر. سكر طبيعي ايه غنستافدوا منه ايه، ولكن كيبقى حتى هو سكر، حتى هو غادي يقدر ياثر لينا على مستوى ديال الانسولين وعلى مستوى السكر اللي هو في الدم. نعم هذه النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه هي انك تاخذ الفواكه الصباح مع جوج بيضات وخبز ديال الشعير. النصيحه اللي غنصحك هذا فطور ممتاز، ولكن غير ما تبداش تفرق داك الصيام ديال الصباح يعني غادي تفرق غتفطر بالفاكهه، لان الحلاوه الا خديناها مباشره مورا واحد ساعات طويله ديال الجوع كتمتص وكتتخزن. نخليوها هي الاخرى يعني يا اما ما بين الفطور والغداء يا اما اخر مرحله في الفطور ديالك يكون هي ديك الفاكهه. هذا بالنسبه للسؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثالث ان كومبلكس ملتي فيتامينيك الا حسيتي براسك عندك امتيت فيبلاس عيان ما قادش يعني خصو يكون اوكازيونيل غير مره اما باش دائما غادي ناخذو عاوتاني الا طحنا في اون ايبر فيتامينوز صعيبه يعني كيكون عندنا واحد الافراط في الفيتامينات عاوتاني ما مزياناش. بالنسبه للكرياتين هادشي انا كنتخوف منه، لان دير بعد التحليله ديال الكلاوي ديالك نشوفوا الكيلي كيفاش دايرين، لان هادشي اللي كنخاف منه بزاف ديال الدراري اكثريه الاولاد اللي كيمشيو كيديروا لا ميسكولاسيون كياخذوا حتى ديك لا كازيين كياخذوا البروتينات لا 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 وي شكرا سي عبد الرحيم كي ياخذوا لا وي هذه انا كنخاف على الكيلي لان كتكون اون سورشارج رينال كنكثروا على الكيلي. ربما الى مشينا عند الطبيب ديال الرياضه كيكون عنده إلمام بالامر ديك ساعات غادي يقدر يعطيها لك بالقياس على حساب الحاله ديالك انت ممكن، اما باش نجي وناخذها من ديتي راسي ما تنظنش هذا غادي يكون زعما ذكاء من الشخص، لان الا مشاو له الكيلي عنده ما يدير بالعضلات. فعلا خاصنا نردوا البال الصحه ديالنا. غنمشيو مع فاصل ونعود، خليكم على اصوات اهم البرامج. الاجابه على كل الاسئله ديالك لاله 05 22 77 24 24. حنا معك ايضا عبر الفيسبوك ممكن تطرحي لاله كل الاسئله ديالك على الدكتوره. غادي ناخذ السؤال ديال اميره اللي كتقول لك دكتوره واش ممكن نعطي لبنتي عمرها عامين بيضه بلديه كل نهار او لا غير مره؟ لا ماشي كل نهار. وبالنسبه للعماين راه ما خصهاش تفوت ليها نص بيضه في ملي غتجي تعطيها واحد جوج ثلاث المرات في الاسبوع على جعشي بركه فقط وفي هذا السن دكتوره البيض ناخذوه من الاحسن مسلوق او للبيض اللي اومليت؟
من الاحسن ناخذوه المسلوق لان ما غاديش يكون فيه ليدام حيت الا قلتي اومليت عاوتاني ليدام وغادي نكثروا على ديك البنيه ولا وليد اللي هو صغيور دونك من الاحسن المسلوق. طيب ومني كنقولوا المسلوق ماشي الملح والكمون نقدروا نديروا الكمون وشويه د الملح لان داك الملح اللي كدار في الطبله راه كتكون كثيره وخاصه اطفال صغار ما نولفوهمش مذاق مالح بزاف. اييه غادي ناخذوا سناء معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك سناء. مرحبا مصراتي في الاغنياء. اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله الله يجازيك بخير. كي دايره الدكتوره؟ الله يسلمك مرحبا. عندي واحد السؤال دكتوره الله يجازيك بخير. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام سناء مرحبا بك. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك ربي يخليك. مصوت صرا واحد شويه اول مره كنتصل بكم حديث مغزل كنقبوا الناب وكنستافدوا بارك الله فيك. مرحبا بك صراحه بزاف دكتور الله يجازيك بخير. انا في عمري 41 سنه ياك. مؤخرا كان القلب ديالي كيضرب شي ضربات مع القلب كيضرب مع التليفون تقطع للاسف. حنا ما كناش سنة انت عاودي ترجعي تواصلي معنا وناخذوا ناخذوا السؤال ديالك. طيب غادي ناخذوا فاطمه من الدار البيضاء. السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله يصورك الخير كلشي لاباس عليكم. كي دايره دكتوره لاباس؟ اللهم لك الحمد فاطمه مرحبا. الحمد لله ربي يخليك. عافاك بغيت نسولك عندي انا والله الا بحال السيده اللي هضرات على فقر الدم قبيله. عندي دكتوره المهم مرات ديما الخمول ديما النعاس على يدي ديما طايحين عليا ديما مريضه. مشيت عند طبيبه اختصاصيه في الجهاز الهضمي درت جميع التحاليل باش نختصر لك الزربه. قالت لي عندك شحمه ثلاثيه في الكبده صافي هي اللي عندي. عطاتني الدواء كملت شهر من بعد كملت الدواء بديت كنمرض عاوتاني. مشيت عند طبيب عام عاوتاني قالت لي عندك المهم دوزت لي داك الشيء قالت لي عندك اكتئاب حاد وانا عندي الخوف من اي حاجه بصح وعندك بصح عندي استحمه ثلاثيه في الكبده وعندي حجره صغيره في المراره. عطاتني الدواء الاكتئاب بديت نشربو دابا نهار 14 شهر 80 كمل فيه 3 شهور ونرجع لعندها. بصح عطاتني الدواء المسران عندي بوم زويل قولوا العصابي مني كملت الدواء ديال المسران عرفتي مرات عاوتاني. دابا عرفتي راهي ديما ما كنقدش نهزها مع دكتوره والو. عرفتي واحد المرض كنقول له شنو عندي ديما طايحه عرفتي يدي الصباح تنفيق تنفيق عليا انا وما قدتش يديا طايحين ومريضه كلي مريضه ما عرفتش شنو ندير. واش عندك شي مشاكل فاطمه كتعيشيهم؟ والو عندي الوليدات راكي عارفه والزمان شحال في عمرهم الوليدات؟ عندي الوليدات باقيين صغار عندي بنيه عندها غادي تكمل 4 سنين وولد غادي في 10 سنين كمل 9 سنين. اذا الوليدات شويه مشطونين مشطونين راك عارفه هذا الوقت كيفاش دايره. الله يطول ما عندكش العوينه فاطمه؟ والو والله الا عندي الله والله ما عنديش عندي الله عرفتي عندي سبحان الضغط ما تنخدم في الدار عندي الضغط بزاف عرفتي ومشاكل عرفتي مشاكل بزاف تاع هذا الشيء. وقلت لك تناخذ الدواء دابا عرفتي وليت والخوف باقي الخوف والمرض والوسواس عرفتي اش غادي نقول لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله الا سمعتكم عرفتي ديما شحال مره تنعيط الاصوات بصح دابا سمعتكم ديما تنتصمت لكم. مرحبا بك فاطمه. ربي يخليك الله يعطيك الصحه. انا معك فاطمه. فاطمه تنظن بان المشكل ديالك غيكون نفسي اكثر من هو عضوي. الذات ديالك كترجم غير داك الارق اللي انت عايشه دابا انت هاد التوتر اللي انت عايشاه بحكم انك مقابله وليدات صغار مشطونين وانت ما عندكش الخاطر راه داكشي كتوصليه ليهم. فعلا داك التوتر ديالك حتى هما حاسين به وحتى هما غادي يعبروا عليه بطريقتهم ديال لغه الاطفال يعني شطون وغيبداو يديروا لك الحوايج اللي غادي يعصبوك وما حدك وانت كتعصبي بحال كيلفتوا الاهتمام ديالك بديك الطريقه وهما غادي يبقاو يديروا الحوايج اللي غادي يجبدوا الاهتمام ديالك بهم. اذا درست انني البنيه الصغيره عاتش تقول لي داك النهار قالت لي واش انا ديتيني اش خرجتيني دينا البحر ولا العشيه راني غادي نمرضك حيتاش كيعصبوني تنمرض. قالت لي ولا غادي نمرضك بحال هكا عندك الحق. حيت الاطفال راه كيكونوا ذكيين بزاف وحساسين بزاف راه كيحسوا بك انت ماشي على خير حتى هما ما غيكونوش على خير. اذا النصيحه اللي غادي ننصحك شنو هي؟ اولا غادي تكملي مع الطبيب ديالك النفسي نفساني لانه هو تنظن اللي غادي يساعدك باش تخرجي من هاد من هاد المشكله هادي. وخصك ضروري ما اذا كان في الامكان انك ديري شي حصص ديال عند بسيكولوج اللي باش تعرفي كيفاش تأقلمي مع هاد التوتر اللي انت عايشه فيه باش تحاولي
دائما تاخدي واحد 5 دقائق غير تنفسي فيهم ديك التنفس العميق باش تقدري تضبطي وتتحكمي في الاحاسيس ديالك باش ما غاديش تنفجري في دوك الوليدات وغيرجعوهم ليك حتى هما غيرجعوهم بالشطون وبغيزيدوا يعصبوا كيف قالت لك البنت الصغيره ترجمتها لك يعني هما الوليدات كيعرفوا وكيحسوا بالوالدين ديالهم فالتربيه ماشي سهله ولكن فاطمه عطاتني بزاف المشاكل الصحيه انا تكلمت على الانيميا بالفعل انيميا غادي دير ليها غدير لك فاطمه هاد العيه وهاد ما عندكش الجهد باش غتنوضي تقاومي هادشي كامل اذا نعالجوا الانيميا ضروري ومؤكد ردي البال في الاكل ديالك ان يكونوا الاطعمه اللي غادي يعاونوك على هاد العلاج ديال الانيميا يعني خصو يكون عندك الصباني خص تكون الباربه خص يكون الليمون يكون خزو حاضر يكون الزنجلان يكون شنو اخر مازال العدس اللي كنقول لكم مهم جدا انه تغسل تيتيبس وكنديروه بودراكم ناخذوا معلقه كل نهار واللحوم الحمراء هي اللي فيها الحديد اللي مزيان دونك هادشي يكون حاضر الكبده ديال الدجاج ايضا ما نساوهاش هي مهمه كتطلع لنا كتعالج لنا هذا المشكل ديال فقر الدم بالنسبه لي تريغليسيريد طالعين يعني ديك الشحمه الثلاثيه اللي تكلمت عليها ولا ستياتوز ايباتيك هاد لي تريغليسيريد عندهم علاقه بالسكر يا اما كتاكلي عندك افراط في الاكل ديال السكر اذا ضبطي الماكله ديالك ديال السكر يا اما عندكم في العائله مرض سكري وراثي يعني هذا مؤشر انك تقدري يكون عندك هذا المرض من بعد اذا خصنا نردوا البال نضبطوا هذه المساله كان عندك مشكل ديال الزياده في الوزن حاولي تنقصي الوزن ديالك وما تنسيش بان السكر السريع راه هو تيوتر تا هو كيساهم في التوتر كيهدنك في ديك اللحظه ولكن راه كيوترك تيعصب طيب الله يجيب الشفاء فاطمه التربيه كتبغي بزاف ديال الخاطر ولكن الانسان ملي كيوصل لهذه الحاله كيف ما قالت الدكتوره سناء العناني ضروري ما نشوفوا مختص الا كانت الامكانيات نشوفوا علاج ما تبقاوش لان انت كتاكلي في راسك بالعصاب اكيد غتبردي دوك الجنون ودوك الغدايد دوك العصاب في الوليدات يا اما غير رجعوهم لك مع الوقت فخص واحد التوازن الله يسمح لنا من حق الوالدين ناخذ يسرى من مدينه طنجه صباح النور يسرى مرحبا بك الله يبارك فيك كنظن يسرى باقي عندك شي سؤال من المكالمة القبيلة ياك مرحبا يسرى تفضلي انا قلت لك مع في واحد التوتر ماشي عادي كنت راسي في شي كنت باغا نقول قلتي لنا عندك التركيز كيكون ناقص فعلا بغيت نسول الدكتورة انا الماء ما كنبغيش نشرب الماء بعد شوية ما كنشربش الماء قلت لك الماء ما كنشربش الماء بزاف وخصوصا في الشتويه في الشتاء ما كنشربش الماء حتى كنبقى كنسى كنقول انا شي 40 ولا 50 ما شربتش الماء واو اذا كتوصلي حتى لهاد المده ما شربتش الماء هذه في الشتاء في الصيف كنحاول نشرب الماء ولكن انا اذا شربت كاس ديال الماء كنقدر نمشي عليه للطواليت حتى 5 و4 المرات وما كنقدرش على كسل وعلى هادشي باش ما كتشربيش ما كنبغيش نشرب واخا عمرك مشيتي عند الطبيب ديال الكلي لا لا ضروري غادي تمشي عند الطبيب ديال الكلي باش تشوفي شنو هاد المشكل حيت ما يمكنش الماء غير كنشربوه غادي يهبط النبوله الماء راه خصو يسرى لنا في العروق وخصو يمشي لنا الاعضاء لان الاعضاء كاملين محتاجين الماء ماشي غير النبوله ماشي الطواليت حاشاك وكنخوي المثانه ديالي مره هي كنولي من بلاصتي كنولي كنبغي عاوتاني نمشي للطواليت في نفس الوقت ربما كاين شي ميكروب اذا ضروري ما تمشي عند الطبيب ديال الكلي باش غايدير لك تحاليل ويعرف شنو هو المشكل حيت هذه ماشي طبيعي ماشي عادي انك تمشي بهذه الوتيره هكا متفقين يسرى كنظن بان الرساله وصلت ليسرى والناس اللي ما كيشربوش دابا الماء بزاف دكتوره خصوصا دابا مع الصيف والحراره هادشي كيفاش كيأثر من بعد دابا يقدر دابا الانسان ما تيحش الا ما تفكرش الماء ما غيشربوش غادي يهلك الكلاوي ديالو غادي نشفوا الكلي وما يمكنش زعما الماء راه هو اللي كيحرك لينا ذاتنا كامله ما نقدروش نستغناو عليه نقدروا نشربوا الا ما الناس كاين الناس اللي ما كيستحملوش داك الماء على طبيعته ما فيه لا مذاق لا والو كيجيو نقدروا
نسموه يا اما واحد دويرات ديال الليمون ولا ديال الحامض ولا ديال الخيار ولا النعناع ورقه النعناع نحاولوا نسموه باش ما كان باش يقدر يسلك لينا هذا الماء. اما باش ما نشربوش الماء نهائيا فكاين خطوره ما نشربوش في الشتاء راه كاين خطوره حسب لك دابا اللي في الصيف وكنتعرقوا ومع الحراره كنفقدوا بزاف ديال الماء ما يمكنش. عندنا السؤال ديال ام ريا اللي كتقول لك دكتوره عندي مشكل زياده في الوزن درت الريجيم كنقص الحمد لله ولكن الكرش ما كتبغيش تمشي شنو خصني ندير وكتبقى منفوخه شويه كتبقى منفوخه واش ما كاينش مشكل ديال القولون كيقدر يكون عامر القولون بالغاز وداك داك العضلات ديال البطن ما مقويينش كيخليو داك القولون كيتوسع كيف ما بغى داك الغازات ديالو. دونك جوج حاجات غادي نرد لبالي مع الماكله اللي كناكل يعني بالنسبه لام ريان ما غاديش تاخذ لي كريديتي بزاف يعني السلطه اللي كتكون خضراء وتا الى اضطرت انها تاخذها خاصها تقطعها جزيئات صغيره بزاف وتندغها مزيان باش كنتفاداو هذا المشكل ديال الغازات ومن الاحسن تاخذ غير الخضره اللي طايبه كان احسن ونحاولوا حتى القطاني بحال دابا نسلقوهم واحد السلقه الاولى نحيدوا داك الماء الاولاني عاد نطيبوهم نديروا لهم الصلصه من بعد. غادي نختم معك دكتوره سناء بواحد السؤال مهم جدا ديال كلثوم من مدينه فاس كتقول لك انا كنعاني من النحافة شديدة عندي مشكل في الشهية ما كناكلش بزاف ولكن كنحاول نبزز على راسي وكناكل. انا عارفة بانه كاين الناس اللي كيديروا تصغير المعدة او اللي كيضيقوا فم المعدة بزاف ديال الطرق فما عرفت واش كاين العكس باش انه المعدة ديالي توسع ونولي انني ناكل. خديت المكملات الغذائية خديت ادوية اللي كتفتح الشهية رغم انها ماشي صحية وكتأثر من بعد عادية كدير لي الدوخة كيطيح لي التونسون كنبقى غير نعسة بغيت شي حاجة اللي هي طبيعية. الوزن ديال كلثوم فيها لالا متر وستين في الطول ديالها والوزن 40 كيلو واش وما ذكرش السن ديالها 23 سنة ما ذكرتش واش مشات عند شي طبيب اختصاصي في الامر. دونك اول حاجه غادي تمشي عند طبيب اختصاصي باش غيشوف واش هذا المشكل جاي غير من الاكل بالفعل اولا سي ان بروبليم كونستيتيسيونيل يعني مش مشكل وراثي اللي ربما كاين في العائله. بالنسبه لمنين تيكون مشكل وراثي وفي الجينات كيصعب الامر اننا نداركوا هذا المشكل ولكن اذا كان المشكل متعلق غير بالاكل بمساعده طبيب مختص غادي تقدر تبدا كتكبر داك لو بول اليمونتير داك الاكل اللي كتاكل كتكبره بشويه بشويه حتى كتوسع المعده لان المعده كيف كنقول سي بحال ان اكورديون شي حاجه اللي كتوسع وكتقدر تضيق كتمشي في الاتجاهين بجوج. اذا حنا وشنو بغينا نوسعوها كنقدروا نوسعوها بغينا نضيقوها كنقدروا. شكرا لك دكتوره سناء العيناني للتواصل معك دكتوره. بالنسبه للاسئله ديالكم مرحبا بكم في الصفحه ديالي في الانستغرام dr-8 سناء العيناني SANAALINANE وبالنسبه للمواعيد مرحبا بكم في العياده 05 22 36 54 56. وغادي نتلاقاو بك ان شاء الله في موسم مقبل من برنامج المراه والاسره حديث ومغزل دائما بالابتسامه ديالك بالبساطه ديالك مع المستمعات ديالنا وشكرا لك مره اخرى على الوقت الممتع اللي كندوزو مع بعضياتنا. حنا دغيا غنرجعوا نتلاقاو ما تخافيش غادي نتوحشوا اكيد المستمعات والمستمعين ديالنا. حنا لقاءنا مازال متواصل فاصل ونعود لنا خليك معنا.